إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا آخر الزمان يقول أبو عقيل رحمه الله أحد العلماء العباد يقول في يوم من الأيام كنت حاجا يقول وأنا في الحج كنت يعني فقيرا ما عندي شيء يعني يلا يلا الواحد عنده زاد حق الحج بس يقول وجدت عقدا في خيط أحمر من لؤلؤ عقد من لآلئ في خيط احمر يعني ثمن الواحد يستغني فيه. وجدته يقول فاخذت ابحث عن صاحبه في الحج، حج وين يلقى صاحبه؟ يقول حتى قيل لي ان هناك شيخ كبير يبحث عن عقد له، شايب مسكين عنده هذا العقد. يقول فذهبت اليه قلت الك عقد؟ قال نعم، ضاع؟ قال نعم، ما وصفه؟ قال كذا وكذا، قال تفضل هذا عقدك و وكنت ابحث عنك في الحج شوف وين الامانه ها؟ اليوم الناس تتحدث عن الامانه في بعض دول الغرب وتسال عنها في بعض بلاد المسلمين ترى كان سلفنا الاول الامانه عندهم خط احمر يقول وانتهى الحج فذهبت الى بيت المقدس ثم مررت على الشام قبل عودتي الى بلدي يقول فوصلت الى مسجد في حلب وصليت فيه في وقت برد شديد يقول وكنت جائعا في ذلك الوقت كنت فقيرا جائعا لا مسكن لا ماوى وجدت مسجدا فنمت فيه يقول وفي الفجر رآني الناس ما شاء الله صاحب علم ودين فأمروني ان اصلي بهم قالوا فان الشيخ الامام قد توفي فصلي بنا يقول فاخذت اصلي بهم امروني ان اصلي بهم اياما طويله فاخذت اصلي بهم قالوا امام المسجد مات وما عندنا احد صلي فينا. يقول ابو عقيل فاخذت اصلي بهم اياما فقالوا لي يوما هذا الشيء خلف بنتا فلو انك تزوجتها ومكثت معنا قال لا باس انا ما عندي شيء اصلا. اتزوج اتزوج لكن ما عندي قالوا هي الحمد لله ميسوره الحال وعندها دار ولوحدها. تزوجها واجلس عندها وصلي بنا الصلاة، قلت لا بأس قبلت البنت والرجل ودخل عليها وتزوجها. يقول: وفي يوم من الايام رأى ذلك العقد. فقلت يا سبحان الله من اين جئت بهذا العقد؟ قالت: هذا العقد